مرحبا، اشتقت حق المقاطع. عالم عجيب غريب بصراحة اللي نشوفه حولنا العالم. احنا لا نسيل احد، ولكن الانتقاد حق بنا. نشوف نادي الصين هذا، الله يسلمكم، رئيس نادي الصين دخل ولده. هذا نوع من انواع الواسطة المحسوبيات اللي ما حد يقدر يكلمه. خلاص هذا اللاعب عينته يلعب، انتهى الموضوع. هذا رقم 7 الله يسلمكم، لا لياقة ولا جسم ولا رياضة ولا تكتيك ولا فن ولا مش أقول لكم، معدومة فيه كل شيء مقومات الرياضية. يلعب بالنادي مباراة هذا 2020 فقصبا على اللاعبين يعطون الكرة ويضيع الكرة ويضيعها ودلشوا فيه، وحتى شوته غلط. الكورنر هو يشوته، بلنتي هو يشوته، فاول هو يشوته، اوت هو يشوته. اذا لعبوا الاوت لازم تعطيني، اي واحد يتحرك من اللاعبين قط لي الكرة، احذف لي الكرة، ما تعطيني. وهو الكابتن، شوف يعني ابو رئيس نادي واحد عنده نوادي الصين، من يقدر يكلمه؟ ليش تحكي عن الصين؟ ما حد يقدر يشتكي عليه ولا حد يعرف لهجتي. عشان كذي رفعنا والله دائما جرى الكترونيه، وهذا حقهم يعرفون، بس لكن الصين شوي ما يسمعون ان شاء الله لحد يترجم. ولكن رئيس النادي الصيني عندما ياب ولده قال لهم بينتينغ تانغ تونغ كام، يعني قال لهم بالعربي اللي يلعب غصبا عليكم ولا ما يطيح كلامه راح يطلع من الفريق. وطبعا الفريق تعرفوا ان الفرق الاوروبيه تدعم مبالغ كبيره، فهذا مجبورين في تشوفون لعبه ما شاء الله، لعبه لا فن لا لياقه لا تكتيك لا ارسال، لا هو مهاجم لا هو مدافع لا هو خط وسط لا هو دفاع الحارس لا هو كلش كلش كلش. هذا تابعوا شوفوا اللعبة. والله العظيم شيء مضحك. هذه المحسوبيات الوسطات تشوفونها بالعالم كلها قبال.